وحياكم الله، حلقة جديدة من الميدان تتجدد معكم اليوم من هذه القمم الجبلية، وهنا هذه المباني اليافعية الشهيرة هنا بطرازها التي ما زالت تحافظ عليه. ومن هنا نبدأ معكم هذا الترحال الجديد لطاقم الميدان الذي يطوف ويجول بالعديد من القرى والمدن والأرياف المختلفة. حلقة جديدة مليئة بفقرات متنوعة، باحثين عن إجابات لتساؤلاتنا، وفقرات أخرى مع المسابقات والمغامرات والتسوق. قال تعالى في سورة النبأ: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. ما الكواعب الأتراب؟ في إطار الأسئلة الدينية وأهل يافع، كيفكم؟ تمام الحمد لله. قال تعالى: وكواعب أترابا. صدق الله العظيم، ما الكواعب الأتراب؟ ونعطي لك جائزة. الكواعب الضروع، يعني المطلوب الحور، وكواعب الأترابا يعني وصف الجنة، فيها كواعب وفيها ايش اللي فيها نار، فيها عسل، وفيها نهر من العسل، وفيها تقول لبن يعني صافي، وفيها يعني وصف الجنة، وصف الحور، وصف الحور. الحور، هذا وصف الحور في الجنة. طيب ايش بس تبين لي ايش يعني كواعب أترابا؟ كواعب يعني كواعب الضروع، كواعبها. طيب وأترابا؟ أترابا هذه كواعب أترابا. ما سؤال ديني هنا على خور المكلف، سؤال ديني بسيط. قال تعالى: وكواعب أترابا وكأسا أول، إن المتقين مفازة حدائق وعنبة وكواعب أترابا. ما الكواعب الأتراب؟ كواعب أتراب. سؤال ديني برمضان. كواعب أتراب. كواعب أتراب، ما معنى هذه الآية؟ الحوريات، كواعب الحوريات. صح، بس إيش يعني أترابا؟ كواعب أترابا، إيش الأتراب؟ معلومة تستحضرها. كواعب أتراب، كواعب الحور العين أو النساء في الجنة، بس وصفهن بأنهن أترابا، إيش يعني؟ متساويات. أيوة، متساويات. متساويات في الطول والنحافة والوزن والعمر. الكواعب الأترابا هو أن الحور العين أو النساء المتساويات في العمر أو في الطول. جواب صحيح من الأخ، من اسمك؟ نصر الضالعين. نصر الضالعين. نعم. بس ما شاء الله في المكلة ساكن. لا بالغيضة، سكينة معنا مرض هنا. إن شاء الله ربنا يشفي الجميع. وكيف المكلة؟ والله تمام، حلوة. حلوة، عجبتك؟ نعم أكيد. رمضان الكريم، وجواب صحيح هنا لهذا السؤال الديني. الكواعب الأتراب هن النساء في سن واحد متساويات، وهذا طبعا في الجنة الحور العين. جواب صحيح هنا من الأخ نصر الضالعي.
نصر الضالعي. نصر الضالعي هنا في المكلة، جواب صحيح. ومبدئيا 20,000 ريال من الشركة العربية اليمنيين. سنة مبروك عليك، كل عام وانت بخير طيب. ان شاء الله تستاهل. صلح يا كلا. بس باقي لك سؤال اضافي. ان شاء الله خير الحمد لله. ما شاء الله هذول العيال. نعم. ان شاء الله كلهم بخير ان شاء الله. ان شاء الله بخير. الفقرة التالية في القرآن، ما الآية التي بدأ بها الجزء 11 في القرآن الكريم؟ الجزء 11؟ أيوة. الجزء 11 بدأ بآية، نحن كل يوم برمضان نأخذ آية، اليوم 11، ما الآية التي بدأ بها الجزء 11؟ إيش هي؟ قال تعالى ماذا؟ 11 القرآن تعرفيها؟ حد يحفظ منكم؟ والله ما 11 ما تحفظوا القرآن؟ إيه أحفظ. تعالي تحفظي بس سور قصيرة. صيرة. إلى وين تحفظي؟ الجزء كذا. الجزء عجزة عما. لكن هذا الجزء 11. صعب عشان باقي لك هذه الهدية الرمضانية أيضا من راعي برنامجنا الشركة العربية اليمين الإسمنت وإسمنت العربية. كل عام وانت بخير يا نصر. وأنت جميع إن شاء الله. جميع إن شاء الله. ما زلنا نبحث عن إجابة للشق الثاني لهذه الفقرة، ونسأل الآية التي بدأ بها الجزء 11 في القرآن الكريم. وعلى الذين. إيش السورة؟ سورة التوبة. سورة التوبة. سؤال إيش يقول؟ الآية التي بدأ بها الجزء 11 في القرآن الكريم. نحن اليوم في اليوم 11 رمضان. الأعراف. سورة لا قبل جبت. التوبة. التوبة صح. إيش الآية؟ وعلى الذين. آية. التوبة صح. إيش الآية؟ إنما السبيل على الذين يستدون لكم أغنياء. أيوة. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ما شاء الله عليه، جواب صحيح. إما أنك تحفظ أو أنك تتلوه دائما. أيوة. نعم. القرآن الذي لا يهجر ولا يمكن أن يهجر، ومن يقرأ القرآن ينعم به دائما. والقرآن لابد أن نقرأ كل يوم ولو ورد بسيط، ولو حتى 3 آيات حتى. نعم. لا نكون من يهجر القرآن. وجواب صحيح. وهذه طبعا الفقرة هدية لمن يتلو أو يحفظ أو يداوم على القرآن الكريم. الآية 11 في اليوم 11 في رمضان هي الآية في سورة التوبة، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. جواب صحيح. من الأخ، من اسمك؟ محمد جمعان البصري. محمد جمعان البصري. البصري. أيوة. محمد جمعان البصري من الشحر. نعم. وين في الشحر؟ شهرنا في الشرقية. من الشحر. و10,000 ريال يستاهل. أعطوا له أقوى تحية هنا في الشحر، يستاهلها. كل عام وانتم بخير الموسوعة الشعبية لحلقة هذا اليوم. نبدأه بقول الشاعر: لا شفت حيثان الجريني شلة تبايع بكم، ماشي مثيلك يالجريني يا رصاص العيلمان. ما هو الجريني يا فعمول؟ نسأل سؤال في إطار الموسوعة الشعبية. سؤال يقول طبعا البيت هذا الشعري: لا شفت حيتان الجريني شلة تبايع بكم، ماشي مثيلك يالجريني يا رصاص العيلمان. ايش الجريني؟ الجريني هذا ايش؟ القرنوف. ايش القرنوف ذا؟ ايش هو؟ ايش هو؟ هذا سؤال طبعاً حقيقي. ايش الجريني؟ والله فطور مبارك. انا ما ان شاء الله. العلمان اقول انا. ايش الجريني؟ جريني. ماشي مثيلك يا الجريني يا رصاص العلمان. ايش هو الجريني؟ يرمك. اصحاب ينفع هذا بسيط. الالي مسدس. ايوه مسدس على ايش؟ العلمان هذا الالي. هذا العلمان هو قال ماشي مثيلك يا الجريني يا رصاص العلمان. شبه الجريني بانه رصاص. رصاص العلمان المسدس. مسدس رصاص العلمان. هذا تشبيه بس مش هو عليه. في إطار الموسوعة الشعبية نسأل هذا السؤال. سؤالنا يقول الشاعر: لا شفت حيتان الجريني شل لا تبايع بكم، ماشي شبيهك يا الجريني يا رصاص العلمان. نسأل عن الجريني. ما هو الجريني؟ هذا طبعا كلمات حضرمية. إيش الجريني في حضرموت؟
في حضرموت، في مصطلحات حضرميه تعتبر. وانا تبع حضرموت انت من حضرموت؟ ايوه حضرموت تبع الصغير كثيري. اه ترجع في، يعني انت من حضرموت؟ حضرموت بس في عدن؟ في عدن. ايش القريني؟ القريني هي نوع من انواع اللخم. ومصطلحات العدنيه تعتبر هي انواع من اللخم مثل الابيض وال في عدن في يقولوا قريني؟ لا في يسموه لخم ابيض ولخم بني ولخم انواع، يعني في اشكال ملونه. ما في قريني؟ ما في قريني، بس المصطلحات الحضرميه تعتبر. اجابه صحيحه. اذا هنا لمجموعه طبعا من الثلاثه الاخوه من امن شرطه البريقة في محافظه عدن، واجابه صحيحه. وعشرة ألف ريال من الشركه العربيه اليمني لاسمنت راعي برنامج الميدان، ومبروك عليكم. كنا نتمنى ان تكون زياده، ولكن مع هذه الفقره الشعبيه وهذه ايضا المبلغ طبعا للجميع هنا من برنامج الميدان، مبروك عليكم. كل عام وانتم بخير وانتم طيبين ان شاء الله. وايضا هذه هديه من اسمنت العربيه واسمنت حضرموت الشركه العربيه اليمني لاسمنت، مبروك عليكم، رمضان كريم ان شاء الله. هنا نسأل، معنا السؤال، كيف حالك؟ الحمد لله. يبدو أنك مشغول شوية. حياك الله، مشغولين والله يا أخي. سؤال مرتبط بشغلكم وعملكم. أيوه. ما هو القريني؟ القريني بو قرن اللي يسموه. إيش هو؟ الخم. خم؟ أيوه. إيش يكون؟ بو قرن. أيوه. أيوه. أبو قرن. أبو قرن. ليش سمي القريني؟ سمي القريني لأنه في قرون. وين؟ ما عندك تبيع قرين ولا خلص؟ لا موجود، ها عند الفراس للأخ هذا. والآن تبيع له؟ نعم. هذا هو القريني؟ هذا هو القريني. طيب ليش سموه قريني؟ قريني عامل قرون، ها يعني مثل القرون فيه. ايوه سمي القريني. ايوه. نوع من انواع اللخم عندك؟ نوع من اللخم هو شيء قريني. انت من وين؟ من المكلا؟ لا من قصيعر. قصيعر. طيب في الساحل كامل يسموه قريني ولا في؟ لا في كل مكان. في كل مكان في حضرموت. قريني. القريني اذا هو نوع من انواع اللخم. اجابه ايضا صحيحه. هنا من الاخ، من اسمك؟ صالح سعيد الجمحي. صالح سعيد الجمحي. الجمحي من وين؟ من معبر. من قصيعر. معبر. وين؟ جنب قصيعر. جنب معبر قريه. ايوه اجابه صحيحه هنا، وهذا هو القريني الذي طبعا طالما تم البحث عنه والجواب هنا صحيح. نوع من انواع اللخم يسمى طبعا في حضرموت بهذا الاسم، وله ايضا في مناطق اخرى تسميات اخرى. اصحاب الشحر ايش؟ اصحاب الشحر يسموه ابو مطرقه. ابو مطرقه. يقولوا له كذا يا سعيد. ابو مطرقه. جواب صحيح. وعشرة ألف ريال قيمة هذه الجائزة يستاهل للعم من؟ صالح. صالح الجمحي يستاهل، يستاهل، وعطوا له تحية. يستاهل. تشتغل من متى في الخم؟ صار لي حوالي سبع سنين. سبع سنوات بس في الخم؟ بس. عندك خبرة تمام؟ الحمد لله. وهذه لك أيضا هدية رمضانية من راعي البرنامج اسمنت العربية، تستاهل. وكل عام وانت بخير. وانت بخير. يعود علينا وعليكم إن شاء الله. يلا اسالكم سؤال، تعالوا اصحاب الحامي، سؤال بسيط عشان تجيبون. يلا اصحاب الحامي، يكون هديه هذا ازدحام في الحامي، وما ناتي الا ويزدحم الجميع، الشباب الكبار الصغار الاطفال البنات. اعطيكم سؤال هديه عشان تجيبون عليه، ومن يجيب عليه اعطيه هديه. سؤال يقول ما هو القريني؟ عادي كل واحد تجيب حاجه. الخم. ايش الخم؟ نوع من انواع الخم. الخم نوع من الخم. نفسه ده لحم. 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 اللحم. لحم. وانت ايش قلتي؟ الخم. الخم. وانت؟ لحم. نوع من نوع لحم. لحم. تعالي هذا تقري، تعالي تعالي لهنا. القريني هو الخم. الخم. القريني هو عبارة عن نوع من أنواع الخم يسمى القريني. تستاهل، أعطوا لها تحية. تستاهل. تعالي اسمك من قربي شوي، من الاسم؟ صفا خالد بسمة. صفا خالد. صفا خالد باء سباع هنا في الحامي. القريني هي طبعا في اطار موسوعه شعبيه، وبالنسبه لهم بسيط هنا في الحامي. تاكل الخام. عندكم لخام كثير. النوع من انواع اللخام يسمى القريني، وهكذا تختلف المسميات. عند اصحاب الشحر يسمى ابو قرن، وانتم عندكم ايش تسمونه؟ تقولوا القريني. يسمى القريني وتسمونه ايش؟ ابو مطرقه ولا
البعض يسمى أو في الشحر أبو مطرقة. جواب صحيح هنا من الشحر من صفاء خالد باس باع، تستاهل، وعشرة ألف ريال من الشركة العربية اليمنية لسنت راعي برنامج الميدان، تستاهل. باقي لك أيضا هدية، هذه أيضا هدية من راعي البرنامج اسمنت حضرموت اسمنت العربية، تستاهل. كل عام وانتم بخير. طيب أعطونا أقوى تحية، أعطونا أقوى تحية. في منطقة قعوضة هنا نسأل هذا السؤال، سؤال يقول كم يبلغ عدد الدول العربية في آسيا وكم في أفريقيا؟ الدول العربية مقسومة في آسيا وفي أفريقيا، وأمس كانت قمة عربية. والله ما معنا خبر. لا، كم في آسيا وكم في أفريقيا؟ والله ما عندي خبر. في منطقة الشعبة هنا بداخل وادي عمد وامتدادها الأيسر الشعبة. لا؟ نعم الشعبة. منطقتكم؟ نعم الشعبة. بعدها إيش آخر منطقة فيه؟ آخر منطقة الرضحين. تبعدها تقريبا 10 دقائق؟ أقل من 10. بالقرب من منتهى الوادي هنا والوادي الأيسر في وادي عمد منطقة الشعبة، نسأل سؤال تصاعدي، من يجيب تصعد معنا إلى 60,000. السؤال يقول كم يبلغ عدد الدول العربية في آسيا وكم في أفريقيا؟ الدول العربية مقسمة على آسيا وأفريقيا، كم في آسيا وكم في أفريقيا؟ صعب شوية. لا، اللي درسوا بيكون بالنسبة لهم بسيط، وهذا ممكن تصعد إلى 60,000. شوف اللي بعد. الشباب درستوا، كيف حالكم؟ تعال، درستوا في المدرسة؟ أيوة. جغرافيا، تاريخ؟ أيوة. كم يبلغ عدد الدول العربية في آسيا وكم في أفريقيا؟ ومع أهالي منطقة الشعبة، كم عدد الدول العربية في آسيا وكم في أفريقيا؟ في أفريقيا 10، في آسيا 12. أفريقيا كم؟ 10، وفي آسيا 12. نعم إن شاء الله. ما شاء الله، يبدو أنك مدرس ولا إيش؟ نعم. درس إيش؟ جغرافيا كمان؟ أحياء. أحياء، بس ما له علاقة بالجغرافيا. ولو كان، وطننا العربي الكبير معروف. كم في آسيا قلت لي؟ 10. في آسيا 12. 12، وأفريقيا؟ 10. 10 دول. نعم. وإجابة صحيحة، الدول العربية هي تنقسم ما بين الدول الآسيوية والدول الأفريقية، وفي آسيا قال؟ في آسيا 12. 12 دولة، وفي أفريقيا؟ 10. 10، تحفظها كامل؟ ممكن. إجابة صحيحة، ومبدئيا هذا سؤال تصاعدي هنا في منطقة الشعبة بوادي عمد، ومبدئيا 10,000 ريال من الشركة العربية اليمنية لإسمنت راعي برنامج الميدان، ومبروك عليك. اسمع له تحية، يستاهل الأستاذ. أستاذ اسمه؟ عبود صالح العمودي. أستاذ عبود صالح العمودي. أستاذ عبود صالح العمودي من نفس الشعبة ولا درس فيها؟ من نفس الشعبة، درس في عمد. درس في عمد. نعم. من الشعبة، وإجابة صحيحة، أصحاب الأحياء أجابوا عن الجغرافيا أو والتاريخ. طيب ركز الآن معي، باقي معنا 4 أسئلة. السؤال التالي يعني الثاني عليه 5,000، واللي بعده 10,000، واللي بعده 15,000، والأخير 20,000. المجموع كم؟ 60. معنا 200 ثانية للإجابة عن جميع الأسئلة وتقديمها، يعني أول ما نبدأ العد هناك تبدأ تجيب معانا. تمام، معك 3 وسائل مساعدة يا أستاذ عبود، إما استشارة الجمهور تستشيرهم والمبلغ يكون لهم، تقربوا شوي منهم ممكن يستشيرهم، أو معك الوسيلة الثانية وهو طبعا مستشار الميدان، معنا في واحد ممكن يوضح لك، يعني يوضح لك المعلومة بس ما بيقول لك، أن يوضح لك أقرب. والخيار الثالث وهو عشان تنجو من إلغاء السؤال هو الحذف، تحذف السؤال وتختار سؤال آخر. يلا بسم الله نبدأ العد، وعلى بركة الله تعالى نبدأ العد. السؤال التصاعدي الثاني أستاذ عبود يقول ما هي دول شبه الجزيرة العربية؟ عدد ولا لا تذكرها؟ اليمن والسعودية والكويت والبحرين، قطر، الإمارات، عمان، العراق، الأردن، سوريا. شبه الجزيرة، جزيرة الخليج الثمان، دول الخليج 7 مع العراق واليمن. دول الخليج مع اليمن.
نعم. خلاص خلاص إجابة ثبت عليها. نعم السعوديه. ايوه والاردن والدول الخليج مع اليمن. مع اليمن اجابه صحيحه عشان الوقت بس. واجابه صحيحه دول الخليج الست والبعض يضيف لها السابع العراق واليمن. اجابه صحيحه من للاستاذ عبود و5000 ريال اضافيه ويستحق التحيه صراحه ما كنت مركز. طيب السؤال التصاعدي الثالث استاذ عبود يقول ما هي دول الهلال الخصيب؟ السودان والصومال و... ركز معي الهلال خصيب. أيوة السودان. السودان والصومال. إيه. ومصر. السودان والصومال. ركز معي الهلال الخصيب معروف. الصومال والسودان ومرتانيا. الهلال الخصيب. خلي الوقت عليه. تستشير. نعم. طيب استشارة الأخ حامد مهدي بسرعة مستشار الميدان بسرعة مع الوقت. سبع دول. بلاد الشام. الأردن والأردن وسوريا ولبنان. طيب الأردن وسوريا. هو قال لك بلاد الشام. الأردن وسوريا. سوريا ولبنان والعراق ومصر. مصر ما مصر ما هي فيه. لا بسرعة. الأردن. الأردن وسوريا. سوريا ولبنان. لبنان وفلسطين. وفلسطين. نعم. ثبت عليها. نعم. ثبت عليها. أربعة ثبت عليها؟ ثبت عليها. إجابة صحيحة من المستشار أيضاً والمبلغ 10,000 ريال إضافي للأستاذ عبود صالح العمودي. صالح العمودي ركز المستشار روح عليك باقي الوقت بس ذكرنا. السؤال الصاعدي الرابع يقول ما هي الدول العربية في شمال أفريقيا؟ الدول العربية في شمال أفريقيا مصر, مصر. وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا. ست؟ نعم خلاص نثبت عليها. شمال أفريقيا. شمال. نعم نعم نعم. باقي الصومال. عفوا السودان. السودان والصومال. إجابة صحيحة و 15,000 ريال إضافية للأستاذ عبود. ما أدري أنك مرتبك شوية. لا لا ما أنا مرتبك الوقت بس. طيب الإجمالي الآن 40,000 الآن للوصول إلى 60 باقي الوقت. يا سعيد ذكرنا بالوقت خف. السؤال الخامس يقول بسرعة الدول العربية لشرق أفريقيا. الدول العربية شرق أفريقيا مصر و شرق أفريقيا. نعم مصر والسودان والصومال و بسرعة عشان الوقت. موريتانيا. موريتانيا عددها ثلاث بسرعة. ثلاث مصر والسودان والصومال. ثبت عليها. ثبت عليها. خلاص قال ثبت عليها وهنا أيضا انتهى الوقت لكن ثبت قبل انتهاء الوقت وهو قال الصومال. الصومال والسودان ومصر. للأسف الجواب خطأ. مصر والسودان كنت ذكرتها في شمال أفريقيا مش شرقا. شرقا هي باقي معك ثلاث دول اللي ما ذكرت من الدول العربية. باقي معك جيبوتي. نعم. وجزر القمر. جزر القمر والصومال. نعم. بس العبود الأخير اللي على الجيم الأكثر ما ركز. الوقت 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 راح وك... وما بقى إن شاء الله لغيرنا. إذن الأستاذ عبود يتوقف رصيده عند 40,000 ريال هنا في منطقة الشعبة بالقرب من منتهى هذا الوادي هنا. بس باقي لك أيضا هذه الهدية من الشركة العربية لبني الإسمنت راعي برنامج الميدان وإسمنت حضرموت. كل عام وانتم بخير أستاذ عبود. كل عام وانتم بخير. الله واليمن السعيد بألف خير. يستاهل وعطونا أقوى تحية. ميدان طفولي آخر هنا ولكن إبداعات اسمك من؟ حمزة. حمزة ها؟ كامل. حمزة إيش؟ باجري. حمزة جمال. جمال باجري. باجري. حمزة جمال باجري حضرمي من بور بالتحديد في حضرموت لكنه من مواليد ماليزيا يتكلم الماليزية أو الملايو تماماً لكن العربية ما يتكلم كثير. يلا حمزة. حمزة الآن بس بدري اسأله وأنت ممكن تترجم له لأنه ممكن ما بيفهم بالعربي. حمزة أفضل لك ماليزيا. أنت زرت بور ولا ما قد زرت بور؟
يو بقي بور؟ بقي؟ بقي بربع كالي؟ سكالي ستو كالي. يقول لك ذهب لحضرموت مرة واحدة. واحد. يو سلو كم أنا؟ حضرموت ماليشيا؟ حقموت. أوه حضرموت. يعني يقول أفضل لحضرموت؟ أول قد. قال أفضل لحضرموت؟ قال حضرموت. حضرموت زرتها مرة واحدة وعجبتك؟ وين يو بقي منا حضرموت؟ سلو كم أنا؟ حضرموت. بور. بور لقي منا؟ لقي. شبام قد شبام ها مكلا مكلا بقي مكلا بقي يعني ايش معناها قد يعني رحت راح يعني بقي مكلا وبقي عدن لا طيب رحت عدن كريم ها رحت عدن ولا حضرموت بس حضرموت يبقي تريم بقي تريم ايوه راح تريم عجبتك تريم ها عجبتك تريم يوسك تريم ايوه طيب نشتي الان يتكلم لي باللغه الملايو كذا يعني يتكلم عن ماليزيا ودراسته وايش يدرس فيها حمزه اوكي يو سكولا منا حمزه يو سكولا منا متديس درجه ابا لا درجه يو هاري ابا هذا هوليدي هاري كلاس هاري سلاسة ها هاري درجة أبا سكران درجة أبا درجة دوا درجة دوا يوسف كسكولا يدرس في مستوى كم في مستوى كم اثنين إيش اسم المدرسة نيم سكول متديس سكول سنتول أيوة أيضا أخوه أخوه يتكلم إنجليزي عربي اليوم حضرت الفعالية كيف كانت أنتوا حضرتوا من قبل فعالية الأوركسترا الحضرمي كيف كانت الفعالية مع أخوك أيضا حضرتوا كلا في الإنجليزي ولا في العربي كلم الإنجليزي Well today when I come here I have a lot of mixed feeling which is happy sad and excited I feel excited today because I want to know about my culture which is حضرموت and especially because حضرموت has a blood because I have a blood of حضرموت here And I also feel happy because I get to experience the songs. Yeah. بالملايو ممكن تجيب هذا الكلام؟ أيوة ممكن. تجيب الآن بالملايو الماليزي. Okay. Ni saya pasti sangat gembira sebab saya dapat hadir ke tempat ini. Sebab saya pun juga dapat experience seperti lagu dari حضرموت di sana. Dan saya juga pasti sedih sangat sebab. Ada lagu yang menceritakan tentang kesedihan, tentang kehidupan. Ya. Baik, tetamanna anta wa akhuk adkum tzuru Hadramaut ma'ana batanzulun wala tabqun fi Malaysia? Allah tabqun fi Malaysia. Di Malaysia. Ayuh. Baik, ايش رايكم تجون معانا؟ Malaysia. No, Hadramaut. Allah Hadramaut. Anta shaklaha ma ajbatak. Ayuh. Bas hadha ajbatuh. Baik, tسمحوا لنا ناخذها معانا الى Hadramaut. خلاص حمزه يبقي سماع حضرموت ها قول لي ها اوكي ها قول لي يقول لك ايوه ممكن اجي معاك انا عشان نعلمه اللغه اللهجه الحضرميه بتروح معنا حضرموت طيب الحين بيجي معنا حضرموت جيبوا لي طبعا هذا التكريم طبعا له لانه صغير يتكلم الملايوه والملايو والانجليزي يتكلم انجليزي كمان نعطي له هذه الهديه والميداليه شكرا طبعا هذه هديه له لانه صغير من برنامج الميدان حمزه هذه هديه لك عشان تتذكر حضرموت وتزورها مره ثانيه ايوه والميدان وقناه حضرموت كل عام وانت بخير وانت طيب ورمضانك كريم ان شاء الله كل عام وانت بخير طيب قول رمضان كريم كل عام وانت بخير باللغه بالملايو قول رمضان كريم كل عام وانت بخير سلام هاي باسس سلام هاري رمضان كريم أهلا بكم مغامرة جديدة اليوم ولكن من طراز آخر مع السيول هذه اللي جاءت إلى أبين وهذه طبعا المساحات الزراعية نغتنم هذه الفرصة ومعنا هنا فريق واحد ولكن اثنين من الأعداء اثنين هنا طبعا باللون أصفر هم في النهاية فريق واحد لكن مغامرة الجري ومن يظفر بالرسائل
معنا هنا طبعا الفريق الأول هم الفريق الأزرق، وهنا نفس المجموعة ولكن بلون أصفر. سيكون الفريق الأزرق هجوم ويتطلب منهم عملية المسك الإمساك، أو كما يقول أصحاب أبين زقر، زقر يعني تمسكه. والأصفر عليهم الذهاب، ومعهم طبعا رسائل، مجموعة من الرسائل الله أعلم كم، ولكن رسائل فيها مبلغ يقدر ب 60,000 ريال. كم يجمع الفريق الأزرق بالقوة بالسرعة في هذه المساحات المائية والوحل والماء؟ كم تجمعوا خلال الدقائق الزمنية؟ أولاً الفريق الأصفر طبعاً معهم الرسائل وفيها المبلغ الإجمالي 60,000، ويطلب من الفريق الأزرق تحاولوا بقدر الإمكان أنكم تظفروا على الرسائل الموجودة معاهم بدون تمزيقها، ولا بد تكون كتابتها واضحة. كم المكتوب فيها واضح؟ نتعرف على أسماء المجموعة ونبدأ بالفريق الأزرق. سالم ثابت اليعقوب كدمت باللاور، مختار صالح منصور من كدمة العور، قلها علي فضل مطلي من كدمة العور، ناصر محمد أبو بكر عبد الله قبيلي كدمة عسلان. الفريق الذي يخفي الرسائل والمبالغ المالية وهم الصفران، فواز فضل محمد عبد الله القبيلي، صدام ناصر علي من منطقة كدمة العور. نجري هذا السباق في منطقة كدامة بالعور في محافظة أبين، ونبدأ. الفريق الأزرق جاهزين؟ جاهزين. خلاص؟ خلاص. معاكم الشوط الأول ومدته دقيقتان. الشوط الأول مدته دقيقتان، والشوط الثاني مدته أيضا دقيقتان أخرى واضحة. في الشوط الأول سيكون الأخ فواز. فواز هو مخفي الرسائل، يطلب منكم تزقروه. الشوط الثاني صدام يخفي المبالغ اللي معه، مطلوب منكم تزقروه خلال الدقيقتين. واضح؟ واضح عملية الزقر. نبدأ معكم طبعا تحدي جديد ومغامرة جديدة، كيف تكون سرعتكم وكيف يكون الجري، لكن انتبهوا للوحل والماء. واضح؟ سقاكم الله الغيث ويسقيكم إن شاء الله النعمة. يلا الشوط الأول الآن معنا هنا فواز الجبلي، وهناك مختار وناصر. جاهزين؟ الرسائل هنا المخبأة، وأول من عد للثلاثة تنطلقوا ونسلمه الرسالة. رسائل فيها كنوز شوفوها. جاهزين؟ 1 2 3 تنطلق. بسم الله. هنا إلى الجربة، إلى الجربة، ويبدأون. واصل واصل بسرعة. كم من الأوراق الآن حصلتوا عليها؟ بسرعة جيبوا الأوراق اللي حصلتوا عليها. كم؟ ايش سوي؟ زغرنا. زغرتوا وين؟ مسكنا. كم حصلتوا عليه؟ نشوف كم المبلغ المتبقي. يا اخي فك الورقه، احنا كل ورقه فرق. كل ورقه انا اشوف الورقه كم معي. كم الورقه؟ 20,000. 20,000. 5,000. كم هذا؟ 5,000. 50,000. ما في 50 ولا اذا 5. يكاد يكون المبلغ، يكاد يكون 5,000 حتى الان. هذه 5,000 بس ليش تقطعت؟ قطعت معي الرجال. طيب الورقه الثانيه كم فيها؟ حافظ بس عليها، كم فيه؟ الورقه الثانيه والله اعلم، بفتحها الان. مش تعبان شكلك؟ ايه. ليه؟ جري مالك؟ جريت؟ جري مالك زرد. أه؟ انا برقي لك امها. انا وين حلبت؟ ايوه خلب. خلب خلب شديد تنزل من فوق الركبه. طيب نشوف كم بس في الرساله، بس لا تمزقها. كم المبلغ؟ 15. حتى الان المبلغ الاول كان كم؟ 5. 5,000. 5، وهذا الان 15,000 ريال. باقي مبلغ بس هذا اللي جمعته. واصل. كم الاجمالي؟ 20,000. 20,000 حتى الان. قليل. في باقي معه حاجه؟ مش هتبغي معه. ما عاد في ثاني. ايش هذه اللي معاه اللي خباها؟ شوف الاصفر، تعال تعال، يبدو انه نجح. ليش ما فتشتوه كامل؟ فتشناه كامل. فتشناه كامل. نكر نكر. ايوه قال ما عاد بش بغي معي. طيب تعال يا اصفر، تعال بس بسرعه بسرعه. فواز لحظه. كم شوف كم المبلغ الموجود مع فواز؟ كم؟ ما زقروا؟ ما زقروني. المبلغ كم؟ المبلغ 20,000 ريال. طبعا ما حصلتوا هذا عليه. تعال لهنا. ايوه ما حصلتوا، باقي 20 و20 معنا. ب
بس هذا عشان مهم جدا للأسف. إذن هذه تبقى مع الأصفر، خسروا حتى الآن 20، باقي الجولة الثانية كم يكسبوا فيها نشوف ونتابع. معنا 20 شبه هنا، هذه 20 بس من أصل 60 باقي 40. نشوف الشوط الثاني، هناك الكبير جلال وسالم، وهنا صدام، جاهزين؟ أول من سلموا الرسالة فيها مبالغ كبيرة تواصلون. مطلوب الآن منكم تجمعوا باقي المبلغ الآن من 60 خلال الدقيقتين، واضحة يا سالم جلال؟ يلا صدام انت جاهز؟ جاهز. يلا 1 2 3 ينطلق، تحاول بس لا تتعدى الأشجار، ممتاز. جلال كم المبلغ؟ نشوف كم أصحابكم حصلوا على كم؟ 20. لازم يكون المبلغ كامل واضح؟ واضح. زقرتوا؟ زقرنا. فين زقرتوا؟ في الماء. بس كان شديد هو. أيوه وي. فلتكم؟ أيوه. كم المبلغ؟ المبلغ الآن هنا 10,000. قليل. أيوه قليل. والمبلغ اللي معك كم؟ نشوف بس كذا، ايضا مبلغ 10,000 ريال، 10 و10. تعال يا صدام. طيب انتم ما حاولتوا من البدايه انكم يعني تزقروه؟ طحس طحس ما قدرت امسك. فين الطحس كان؟ او صوب انا في الماء غمسك انت. ليش فلت؟ ليش ما فلتت عليه؟ لا دهبونا هم. من اللي دهب؟ دار الاثنين. صدام ايش اللي حدث الان؟ حدث ان الطحس وما وخلب مرغوب نقري وعثرنا في الماء وغوصنا مباشره. بس انت يعني غوصت في الماء؟ غوصت مباشره، صديق صغير غوصت بالماء. اول مره شلوا منك الرساله وفلتت عليهم، ايش قلت لهم؟ كيف باقي معك رساله؟ الاولى قلت لهم مش معي الا حبه. يعني كذبت؟ ضغط عليهم مسرها، الكبير مش عود لي والصغير ضغط علي مباشره، مثلين فلتهم ديتهم رساله واحده ورساله بغيت معي. للاسف صدام خسر حتى الان 20,000. خسرت ال 20؟ خسرت. نعم. والفريق الأزرق حتى الآن أنتم جمعتوا مبلغ 20، وأيضا أصحابكم جمعوا 20، ونشوف الآن الإجمالي كم يكون مع الفريقين ومع هذه المغامرة اللي كانت في الوحل. هكذا انتهت هذه المغامرة. طبعا نحن حاولنا أن نثيرهم بتقسيمهم للفريقين، وطبيعة الإنسان لا يتنافس إلا إذا كان أمامه خصم، وإذا لم يكن أمامه خصم ما يتحرك ولا يتنافس ولا يتقن ولا يفوز، وبالتالي وإلا فهم كانوا فقط فريق واحد، وحاولنا أن نثيرهم وأن يتنافسوا بالتقسيم. في الحقيقة هم فريق واحد ومغامرة واحدة في النهاية، وحصلوا كلهم طبعا على المبلغ المجموع. جمعتوا 40,000 وأنتم خسرتوا 20,000، وفي النهاية المبلغ طبعا لكل الفريق هنا 40,000 ريال من الشركة العربية اليمنية اسمها تراعي برنامج الميدان. نقولكم كل عام وانتم بخير ومباركين هذا المبلغ وتستاهلوا، وقدمتوا طبعا نوع من المغامرة والجري والتنافس وروح الفريق الواحد والفريق الخصم. شكرا لكم، مبروك عليكم 40,000، كل عام وانتم بخير وطيبين. تصور
تروق والحساب علينا اليوم أيضا من مركز باوزير التجاري هنا في فوة. العروض الرمضانية مستمرة والسحوبات والجوائز لكل الزبائن هنا طيلة الشهر الكريم، سيدخلون أيضا في السحب على جوائز منوعة في يوم الثامن من شوال. هنا أسئلة متنوعة، سؤال اليوم يقول، ركزوا معنا أنتم عشان تجيبوا عليه قبل الزبائن الموجودين في مركز باوزير التجاري في فوة المكلا. سؤال اليوم نقول، يلا، ضعيف حتى أن الرياح والهواء يحركه، وقوي حتى أن السكين لا تؤثر ولا يمكن أن تقطعه، ما هو هذا الشيء؟ نشوف هنا طبعاً، رمضانكم كريم، كل عام وانتم بخير. ممكن سؤال بسيط بس، تعالوا سؤال بسيط، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب رمضانكم كريم، سؤال بسيط نحاسب على هذه الأشياء ونضيف لكم أيضاً أو خيارات ثانية. ضعيف جداً حتى أن الهواء بإمكانه أنه يحركه، ولكنه قوي حتى أن السكين لا يمكن أن تقطع ولا تؤثر فيه. قوي صعب شوي بس يحتاج لترتيب. عندك معلومة؟ صعب. ما هذا الشيء؟ الماء. ها؟ الماء. كيف؟ كيف بس؟ ضعيف حتى أن الهواء يحركه، وقوي حتى أن السكين الحاد لا تؤثر. الماء. كيف بس اشرحي؟ اشرحي. أنا عارف إنه الماء بس ما. كيف يعني الماء ما الهواء ما يحركه؟ الهواء يحركه صح؟ لو كان في البحر يعني البحر أو. صح، الهواء يحركه، وقوي حتى أن السكين الحاد لا يؤثر فيه. السكين الحاد ما يؤثر في الماء صح؟ ما يقطع. الجواب صحيح. الجواب صحيح هنا ما شاء الله، من ثاني إجابة والجواب صحيح. والأخت من؟ سهام علي محمد. سهام علي محمد من وين؟ من المكلا ولا من تعز؟ من تعز، موجودة هنا في المكلا في مركز باوزير التجاري، يجتمع فيه كل الزبائن الحاضرين. مبارك طبعا، مقدما نقول لك مبروك عليه. رضعتي كملتي ولا عادي؟ عادي بالبداية. عادي بالبداية، بتكوميها كامل ولا كامل؟ إن شاء الله. طيب مع بس ركزي معنا يا أخت، من قلتي أمل ولا سهام؟ سهام. ركزي بس معانا، معك ثلاثة خيارات، إما أنه حاسب على الموجود هذا، يعلم الله كم تأخذي بعدين، بتقولي بنأخذ أنت مش تبعك، إما أنه حاسب على الموجود الآن هذا كامل، أو نعطي لك خيار آخر وهو 30 ثانية تسوقي من المول هذا كله باللي تريدينه طبعاً من غير هذا. هذا أو ركزي الآن معاي، أو ركز الآن معانا خيار الثالث، الموجودين هذيله، شفت الموجودين الآن معانا؟ المبلغ الموجودين في جيبهم اللي حاملون من غير المحافظة. لحظة، إيش رأيك؟ تمام. إيش بتختارين؟ هذا اللي هنا. بتختار الخيار الثالث. طيب تختاري من؟ المبلغ من واحد واحد من؟ هذا الأول. شوفي الموجود بس، غير الموجود خلاص. معروف طبعا العملة اليمنية مش السعودية. العملة واضح؟ يلا تمام. تفضل تختارك. يبدو انك قريب منها ولا كيف؟ كيف حالك؟ الحمد لله تمام. طيب عساك. الحمد لله. اختارتك لفقرة التبضع. المبلغ الموجود هنا طبعا، هذه الخيار الثالث الموجود معك، سلم نحن اياه ونسلمه المبلغ كامل. العملة اليمنية صح؟ اليمنية. هذا كامل معك؟ كامل. ما شاء الله. في عاد معك حاجة ثانية؟ لا. خلاص هذا؟ لا باقي هذا معي. أجيب عاد حاجة؟ لا. طلع عشان تستفيد. ما شاء الله، يبدو أنه ما شاء الله خير وافر وكثير. هنا طبعا مسؤول مالي بالفقر الأخ سعيد أشوان، نحسب المبلغ يا سعيد باء شغوان ونشوف كم المبلغ هذا الإجمالي ونحاسبك نفس المبلغ الآن هذا. يبدو أنه ما شاء الله في مبلغ هنا الآن موجود، وإن شاء الله بس يكون كذا، نتمنى أنه يكون كثير، نتمنى إن شاء الله يكون 200,000، إن شاء الله يوصل 200,000. طيب نشوف كم المبلغ. ثمانية وتسعين ألف مئتين. مضبوط المبلغ ولا أخذنا حاجة؟ ثمانية وتسعون ألف ريال ومئتان، مقدم من مركز باوزير التجاري راعي هذه الفقرة من البرنامج. الأخر سهام تستاهل. كيف المبلغ؟ كويس حتى الآن، هو من أعلى المبالغ في البرنامج. هذا المبلغ للأخت سهام من تعز هنا في مركز
باوزير التجاري تستاهلي من فقرة تسوق والحساب علينا. برنامج الميدان على قناة حضرموت تستاهلي، كل عام وانت بخير وانت طيبة إن شاء الله تستاهلي، وإن كان اللغز شوية بسيط صح؟ لكن تستاهلي. رمضان كريم. غدا فقرة أخرى ومفاجآت جديدة، نلقاكم في التسوق الجديد، مع السلامة. شكرا لكم مشاهدي الكرام، مع خيرات أبين وسيولها هنا التي تتدفق من وادي بنا، وهنا طبعا سد باتيس الشهير، وهنا طبعا بداية دلتا أبين الشهيرة، حيث السيول التي تسيل وتتجمع. شكرا لطيب المتابعة، حلقة اليوم انتهت لكن برنامجنا لم ينتهي بعد، غدا لنا موعد جديد يتجدد معكم، في أمان الله تعالى وحفظه، وإلى اللقاء.